أرسل رسالة إلى الرافضة الحوثيين، أقول لهم فيها: اقرأوا التاريخ، اقرأوا تاريخكم وعودوا إلى كتبكم، لا تقرأوا كتبنا ولا تاريخنا، اقرأوا ما سجل آباؤكم وما سطر أجدادكم، تجدون أن يافع دائما شوكة في حلوقكم ولله الحمد، شوكة في حلوقكم ولله الحمد. وقد جعلنا الله مسلطين عليكم، فهزمتم في الشوافع من يافع في معارك كثيرة، عودوا إلى التاريخ وبإذن الله وحده سيعيد التاريخ نفسه. اقرأوا يا معشر الروافض، فلقد طال بكم الأمد وطال بكم الزمن، فنسيتم ما حصل للأجداد وما حصل للآباء من بلاد يافع وما أدراك ما يافع، من بلاد يافع وما أدراك ما يافع. أنسيتم يا معشر الروافض، وقد جئتم بحدكم وحديدكم، وجئتم بعددكم وعدتكم في حشد لا تعرفه الزيدية الروافض الهدوية على مر تاريخها، حتى قال أبو طالب الرافضي الزيدي كاتب من كتابهم، قال: وصل هذا الحشد إلى قاع جهران، فملأ ذلك القاع جهران الذي فيه دمار ومحافظة بكلها. انظر إلى عظمة ذلك الجيش الزيدي الهدوي، ينطلق على أهل يافع ووصلوا ما بين رداع وسوادية، فخرج راعي غنم من شعب من تلك الشعب، فرى ذلك الحشد الكبير وذلك الجيش الذي ليس له نظير، فجن مباشرة وما زال مجنونا لا يردد إلا كلمة يقول فيها: بعث من في القبور، بعث من في القبور. هذه الحشود التي وصلت من إخوان اليهود الذين وصلت من الشيعة الزيود، هزمهم آباؤنا وأجدادنا في ثلاثة أيام، في ثلاثة أيام بقيادة معاذ بن عفيف عليه رحمة الله، العفيفي الذي ما عرف الهزيمة في حياته أمام الزيدية، هزمهم في ثلاثة أيام وملأ بيوت الزيدية بالأرامل والأيتام، وقتل أكثر أولئك اللئام، حتى قال أبو طالب كلمة عجيبة، قال: لم يبقى بيت من بيوت الزيدية إلا وفيه الناعية. أرسل رسالة إلى أولئك الروافض: لا تنسوا التاريخ، فإن التاريخ بإذن الله سيعيد نفسه، فإن التاريخ بإذن الله سيعيد نفسه. يا فعز الرهن بولي أخوانك والحد بين حرب المصيرية، أخوانك والحد بين حرب المصيرية، يا لها جدهم بالأمس عن يافع والعرب شاهدة، يا فعفدائية والعرب شاهدة، يا فعفدائية كان لون اليوافع ما خشيناكم، يا عرب سمنا الأسد اليفاعي، وتذكروا ماذا حصل لآبائكم وأجدادكم في بلاد إب، في جيش يافع بقيادة قحطان بن معاذ بن عفيف وبقيادة السلطان بن هرهرة، قتلوا ذلك الجيش كله ولم ينجو منهم، كما قال أبو طالب حتى الشريد، حتى من ينقل الخبر جعلوا لهم جمينا خانقا وقتلوهم عن آخرهم، ولم يقتل من يافع حتى واحد، وهذا من فضل الله علينا. ثم قطعوا رأس رئيس الدولة المتوكل، قطعوا رأس ولده ورأس ولدي وزيره الشامي، وعلقوا رؤوسهما على الأشجار، وهذا كله من كتب الزيدية، وسمي ذلك الشعب إلى يومنا وساعتنا، سمي بشعب يافع إلى هذا الوقت، وهو مسجل بسبب هذا الانتصار وبسبب هذا الصمود أمام الفجار. تعب الله مروية ما لهم في كتاب الله قروية، كبح الله زادتكم وقادتكم، قاعوا الدين بكم الفلانية، قاعوا الدين بكم الفلانية، يا معشر الروافع
الحافظ لا تنسوا تاريخكم، عودوا إلى كتبكم، وماذا فعل آباؤنا وأجدادنا مع آبائكم وأجدادكم في ساحل حضرموت والوادي، وواجه ألفان من يافع 60,000 من الزيدية وهزموهم، وبفضل الله قتلوهم وشردوهم، وبفضل الله قتلوهم وشردوهم. يا سلامي عليكم يا الغياث، يا رجال الحق يا أبطال الحمية، يا حماة الدين يا درع الشوافع، اشهد الله أنكم خير البرية. مخاضعتنا الضوافض أو لقامة، وفاتم بالجو دائم معجلية، كريم الصبية ذكري والرأس رافع، تفاها والكل يضرب للتحية. العقيدة بنا حارب وندافع، أنواطنا في سواعدنا القوية، بناها بالموت بخشم المدافع، فندمر كل شلة معتدية. يا معشر الزيدية الهدوية، يا معشر الرافضة الحوثية، تذكروا ماذا فعل آباؤنا وأجدادنا مع آبائكم وأجدادكم في بلاد الشعيب، وزوروا مقبرتكم التي امتلأت بها الجثث في بلاد الشعيب، وما أدراك ما الشعيب. عودوا إلى التاريخ، عودوا ماذا فعل آباؤنا وأجدادنا في بلاد صنعاء، وقد حكموها سنوات وسجلوا في بابها ونحتوا نحاته ما تعلمونه من تلك الكتابة التي ما زالت موجودة إلى ساعتنا، وفعل عليها السلال ذلك البلاط. ولعلنا بإذن الله أن نعود وأن نرجع إليكم يا زيود ويا روافض إخوان اليهود، فنطلع ذلك البلاط ويعيد التاريخ نفسه. يا معشر الروافض، قد جعلنا الله عليكم عقارب، كما سلط العقارب على الحيات، وسلط العقارب على أكبر الأفاعي، فكأنتم تعلمون وأنتم تعرفون أن يافع دائما، وهذا فضل الله، شوكة في حلوقكم، شوكة في حلوقكم، وأنتم القائلون بمثلكم لولا يافع ما همينا الشوافع. والله ثم والله أن ظننا بالله حسن، وأن بداية نهايتكم الاعتداء على يافع، الاعتداء على يافع. أبشروا وأملوا، فإن يافعا ما زالت هي يافع، ولا تقولوا ذهب أولئك الرجال، لا والله ما زال الرجال هم الرجال، وما زال الأبطال هم الأبطال. وأنتم تعلمون أننا قاتلناكم في كل الجبهات وفي كل المحافظات، أفلا نزكي بلادنا؟ أفلا نضحي بأراضينا بأرواحنا؟ بلى وربي، لنحن بذلك أكرم منكم، وسيعيد التاريخ نفسه. رسالة لروافض الحوثيين، إن زمنكم بإذن الله قد قرب، وأن أجلكم بإذن الله قد أتى، والله الموعد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.